معنا عبر الهاتف سلام جباري، مدير الإعلام في الخطوط الجوية اليمنية. مرحبا بك معنا. كيف تفسر احتكار طيران اليمنية لوسيلة النقل الجوية لليمنيين، ولماذا لا يتم إفساح المجال أمام شركات أخرى؟ السلام عليكم، الجمعة مباركة أختي، وشكرا التواصل معكم والتواصل معنا لشرح ما يدور من كواليس وراء. أولا، الخطوط الجوية اليمنية ليست محتكرة للطيارين اليمن، وليس لها أي دخل كمان في منع أي شركة طيران للعمل، هذا أولا. ثانيا، جميع الشركات العالمية تم التواصل معها، الذي كانت تشغل إلينا سابقا من قبل وكلائها، من قبل الناس كلهم، هم رافضين يشتغلوا في الوضع اللي احنا فيه. ثالثا، بالنسبة للأسعار يا أختي العزيزة، أسعارنا هي لم تتغير منذ حوالي 15 سنة. كل شركات الطيران تمشي بنظام الإركاب أو نظام الكراسي الموجودة في الطائرة. فمثلا نحن نعتبر من آخر الشركات التي عملت بهذا النظام. الطيارة مقسمة إلى عدة درجات. الدرجات الأولى هي يعني تحتوي على 70% من قيمة المقاعد، وهذه بتكون أسعارها مخفضة جدا. وبعدين تبدأ اللي بعدها الأسعار تقطع 10% 10%. ومشكلة إخواننا المسافرين اللي يجوا في آخر لحظة ويشتي يسافر اليوم الثاني، يكون غيره قد حجز قبلها ورتب أموره قبلها بشهر بشهرين يعني، فبيحصلوا على الأسعار المخفضة. أما بالنسبة إلا إخواننا المرضى اللي بيجيب تقرير سرطان وحالته، اليمنية تقوم بمساعدتهم دائما يعني، ومعانا إثباتات كثيرة.